اهلا بحضراتكم ولكم التحيه. وخليني ابدا مع حضراتكم ونقول، لانه مهمه قوي نعرف العالم ازاي اتاثر بالحرب الروسيه الاوكرانيه حتى الان. ليه بقول لحضراتكم حتى الان؟ لانه ما حدش يعرف اللي جاي هيحصل ايه، ولا المحللين ولا الراصدين للمشهد على مستوى العالم حد منهم عنده إجابة على سؤال: هي الحرب الأوكرانية الروسية هتخلص إمتى وهتخلص إزاي وعلى إيه؟ يعني نهاية الحرب دي هتبقى في إيه بالظبط اللي هيحصل في العالم؟ محدش عارف. أرجع وأقول لحضراتكم عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن على بعض الدول. تعال أقول لحضراتكم عملت إيه على مستوى أوروبا مثلا. أوروبا انقطاع الكهرباء أصبح صداع في رأس أوروبا. تأثير انقطاع الكهرباء أدى لغياب الإنترنت، وده عامل حالة من الخوف والقلق عند السلطات في أوروبا. ثلاث دول في أوروبا إلى الآن معرضة للظلام بسبب أزمة الطاقة. ألمانيا، وحضراتكم عارفين قوة ألمانيا اقتصاديا عاملة ازاي. ألمانيا بتطالب مواطنيها بتخزين الطعام، وبتقول لهم حاولوا تخزنوا الطعام اللي صلاحيته ما تنتهيش بسرعة، يعني مدة 10 أيام كده ولا حاجة. ليه؟ عشان الكهرباء بتقطع. ألمانيا بتسمح بـ20 لتر مية يوميا لكل شخص. السويد بتخشى شتاء معتم. أمريكا رفعت أسعار البنزين، قفزت $5 للجالون. هرجع تاني لأوروبا وأقول لحضراتكم بريطانيا 6 ملايين بيت أو 6 ملايين منزل في بريطانيا معرض لانقطاع الكهرباء في الشتاء. النمسا طلبت من شعبها ان يكون عندهم مجموعة ادوات تخليه يستطيع يعني انه يعيش للبقاء على قيد الحياة، من طعام من مية، قالت لهم تحسبا لاي طوارئ. ما اقصدش اقول لحضراتكم الاخبار السيئة في البداية، لكن من العدل ومن العدل والرحمة ومن المنطق والعقل إن احنا نشوف العالم ده، القوة دي، أوروبا، ألمانيا اقتصاديا، أمريكا، كل الدول دي حالها عامل إزاي عشان تعرف مستوى الدولة المصرية بتعمل إيه. اللي حصل النهاردة، خليني أقول لحضراتكم إنه في ظل كل اللي بيحصل على مستوى العالم وارتفاع الأسعار عالميا، المشهد الضبابي، مشهد العالمي، مشهد ضبابي، النهاردة السيد الرئيس السيسي قال إن الدولة المصرية أجلت زيادة أسعار الكهرباء للتخفيف على المواطنين. النهاردة الصبح السيد الرئيس افتتح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان في مدينة السادات في المنوفية. هنتكلم وهيشرفني في الجزء الثاني من الحلقة يكون معايا الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس. تخيلوا يا جماعة لو ما كانتش، ما احنا على فكرة يعني فكرة تخيلوا يا جماعة، احنا مش هنبقى قاعدين في حالة فراغ فنقول تعالوا كده نتصور ونضيع وقت، لا ده واقع. فتخيلوا حضراتكم لو ما كانتش الدولة المصرية في كام سنة بس اللي فاتت. ليه بقول بس؟ لأنه كمان ليس من العدل ولا من الرحمة ولا من المنطق ولا من العقل إن احنا نحمل الدولة الآن نخليها تحاسب على فاتورة 40-50 سنة فاتوا. عشان كده بقول لحضراتكم تعالوا نفكر لو ما كانش في 7-8 سنين اللي فاتوا
المشروعات اللي اتعملت في مصر وحصل اللي حصل في العالم كان ممكن وضعنا يبقى عامل ازاي. بقول لحضراتكم في ظل الأزمة دي كلها تم تأجيل. الدولة شافت انه سيادة الرئيس قال انه صعب في الظروف دي ان احنا كنا نحمل المواطن أعباء تانية. تعالوا نسمع سيادة الرئيس في الجزء ده ونعود ونتواصل مع حضرتكم. أنا عايز أقول لكم للمصريين ودي نقطة مهمة قوي. خلي بالكم المفروض إن الأسعار في مصر تبقى أكتر من كده بكتير. وأنا والله مش بقول كده بجامل الحكومة وهديكم مثال. هو النهاردة الدول الأوروبية والغربية ودي كانت لا ما كانتش كان من ضمن معايير الاتحاد الاوروبي ان ابدا معدل التضخم لا يزيد عن 2%، مش كده؟ ده ودي ثوابت عندهم سنين طويله يقعدوا كده بال 10 وال 15 سنه بكل المتغيرات الدوليه. النهارده لما يبقى في حد بعض الدول 5 وفي بعض الدول 9 وبعض الدول 11، انا بتكلم على دول غنيه وعندها انظمه مستقره، انظمه يعني اداريه و وسلاسل غذاء وتسعير وحوكمة، ده كل ده ومش كده وبس، وما عندهاش عامل مهم جدا جدا موجود عندنا هو عامل النمو السكاني. في دول بقالها 40 سنة عدد سكانها ما زادش، وبالتالي ده عامل مهم نحطه في الاعتبار. لكن بالرغم من كده هم حصل عندهم نتيجة الحرب التضخم أو زيادة في الأسعار. طب احنا لو احنا عايز اقول لكم على حاجه، لو كان تكلفه الطاقه في مصر اتعاملنا بيه طبقا للاسعار العالميه دلوقتي، انا اتصور ان كانت حصل قفزه كبيره جدا في التكلفه. بمعنى ايه؟ انت النهارده اللي بينقل منتجاته من داخل يعني داخل مصر ما زال بيدفع تكلفة وقود 50%، مش كده؟ أقل من 50% يا دكتور مصطفى عشان ما يزعلش. يعني النهارده لتر بنزين ب 2 دولار 40 جنيه. 40 جنيه. لو أنا عملت ده وأنا بقوله دلوقتي للمصريين ليه؟ مش عشان يقدروه ولكن عشان يعرفوا إن الواقع اللي موجود عندنا ده واقع، ده أقصى حاجة ممكن نعملها لضبط والسيطرة على الأسعار. في حاجات تانية ممكن نعملها عشان يعني التجار يعني ما لا يستغلوا الفرصة وينتهزوها ويغلوا، ممكن. ضبط الأسواق ممكن، زيادة المطروح ممكن، لكن أنا عايز أقول طبقا للي حصل في العالم، النهارده احنا بنتكلم على طن برميل البترول 120 دولار، طب لو بقى 150؟ يعني انا بكلمكم كده عشان تبقوا عشان باقي لكم كل حاجه، لكن احنا حريصين على ان احنا نخلي اسعار الوقود واسعار الطاقه. انا هقول لكم على حاجه، يعني الكهرباء انتوا مش خدتوا قرار بان انتوا ما تزودوهاش، مش كده؟ يعني الدكتور مصطفى كنا بنتكلم في موضوع تسعير الكهرباء وقلنا ايه، تبقى دي ثالث مره، مش كده؟ ثالث مره ناجل البرنامج لظروف عشان ما يبقاش حمل على الناس. مع الوضع في الاعتبار انا بتكلم على 17 مليون مشترك، مش كده ولا 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقه بتدفع اقل من 50% من ثمن الطاقه. انا مش بقول كده ان الدوله يعني بتمن على شعبها، لكن بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخلي فاتوره الاعباء على الناس ما امكن مناسبة. بقول تاني، لما كنا البرنامج بتاع الكهرباء لتالت مرة نأجله، المرة دي نتيجة الظروف اللي موجودة فيها دي، مع الوضع في الاعتبار ان تكلفة انتاج الطاقة بتاعت الكهرباء زادت نتيجة برضو ايه، ما هو النهاردة الغاز اللي كان بيستخدم في الـ في الـ في الانتاج الكهرباء ثمنه اربع مرات اكتر. الدكتور مصطفى بيقول لي سعره بره 20 النهارده،
يعني برضو الدكتور مصطفى عشان يدافع عن نفسه وانا معاه يعني. انا بتكلم على ايه النقاش ده، الهدف منه انك انت تعرف يا مواطن ان كان قبل كده 3 دولار و4 دولار و5 دولار للوحده، مش كده بتاعه الغاز، النهارده بنتكلم في 20 و21 دولار. طب انت لو انت الكهرباء اللي كانت بتولد وكانت اقل من تكلفتها بتباع للناس في الوقت ده اللي هي اللي بتتكلف 4 دولار، طب لما بقت 21 تساوي كام؟ هنا اللي بسجله للدولة ان ده اقصى حاجة ممكن نعملها عشان الاسعار ما تقفزش وعشان نحافظ على ظروف الناس محدودي الدخل. خليني ارحب بالدكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد على التليفون. دكتور عمرو مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير بيكي وبكل مشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور عمرو. دكتور عمرو، الدولة النهاردة سيادة الرئيس أعلن صباحا أنه الدولة أجلت زيادة أسعار الكهرباء للتخفيف على المواطنين. شايف ده إزاي في ظل التضخم العالمي وارتفاع الأسعار العالمية، وقارن لنا ما بين أنه للمرة الثالثة بيتم تأجيل رفع شرائح الكهرباء في مصر وأوروبا معتمة؟ شوفي، اولا يعني الكلام ده مش جديد، احنا عارفين ان احنا في ازمه شديده جدا. هي مش بس ازمه، هي حرب. نحن في حرب ما بين كتلتين كبيرتين، الصين وروسيا من جهه والولايات المتحده، والحرب دي في وجهه نظري كانت حرب مؤجله، وهذا النزاع كان سيحدث سواء كان عن طريق اوكرانيا او عن طريق الصين. وشفنا يمكن ازمه هواوي والفايف جي وازاي امريكا كندا حبست رئيس شركه هواوي الصينيه منذ حوالي 3 سنوات لخلاف او لحرب او لصراع على التحكم على ثروات العالم. فالازمه دي او الحرب دي، انا مش بقول ازمه، مش ازمه على فكره، هي حرب. احنا في النهارده في حرب بتستخدم فيها كل الاسلحه لو تلاحظي وتتفقي معايا. الاكل، الحبوب، الطاقه، النقل، اللوجيستكس، العقوبات، الحرب الإلكترونية أو الحرب السيبرانية. فإحنا في فترة صعبة جدا على مستوى العالم. الأسعار بترتفع، ده مش يعني في يد أي دولة، أنا مش عايز أقول في يد الحكومة. شفنا أن حتى يمكن الأسعار في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة تضخم لم نرى من 40 عام فوق 10%. الوزير الاقتصاد الألماني صرح بأن 10% من الشركات الألمانية، ودي كارثة، 10% من الشركات الاس ام ايز الألمانية الصغيرة والمتوسطة قد تخرج من السوق. لو مرة نشوف في أوروبا، في ألمانيا، أنا مش بتكلم على دولة، أنا مش عايز أتكلم على دول بعينها، لكن مش بتكلم على دولة فقيرة ولا دولة عالم ثالث ولا دولة في الكاريبي. صحيح. لكن إن ألمانيا أو وزير الداخلية الألماني يدعو إلى تخزين المواد الغذائية وزجاجة زيت لكل أسرة. إنجلترا رفعت أسعار الطاقة. فإحنا في أزمة ليس لنا يد فيها. أسعار الطاقة بترتفع والأسعار، وعلى فكرة يعني انا اقدر اقول لك ان الأسوأ لم ياتي بعد، رغم ان احنا حاسين طبعا حاسين ان لانه المشهد ضبابي يا دكتور عمرو، المشهد العالمي مشهد ضبابي. مش بس لان المشهد ضبابي، لان احنا مش شايفين مخرج، بل بالعكس احنا شايفين تكسير عظام مستمر بشكل اكبر وبشكل مستمر. ما بين الدول، لو شايفين نهايه النفق كنت ممكن اقول لك ان قد تكون هناك يعني انفراجه، لكن احنا شايفين تصعيد عسكري، شايفين تصعيد من الولايات المتحدة. شايفين بايدن يذهب الى السعودية بعد ما كانت السعودية ودول الخليج اغلقت الباب في وجهه. لانه مضطر. النهارده بيتكلم مع ايران بلغة تانية خالص. فالظروف الجيوسياسية على مستوى العالم سيئة جدا، واحنا قلنا من اوروبا حتى فاحنا بالنسبة لنا احنا اذا كنا احنا النهارده يعني قادرين نمسك نفسينا، فده جهد جبار من الحكومة. برضه عايز اقول لحضرتك، لما الاسعار بترتفع الحكومه عملت ايه؟ والاسعار ارتفعت، الدولار ارتفع، وده مش يعني مش جزء من سياسه خاطئه ولا سوء تقدير من الحكومه، ده ترند على مستوى العالم. صحيح. الحكومه عملت ايه؟ رفعت اسعار الفايده.
رغم ان ده الشهادات ورغم ان ده ضغط على الموازنه العامه يكلف الدوله 60 مليار جنيه لما رفعت سعر الفايده علشان الاسر او الافراد اللي بيعتمدوا على سعر الفايده في المعيشه. رفعت سعر الفايده، زودت الاعانات، الدوله مستمره في المشاريع ومستمره في عمليه التنميه. في دول شفنا في سريلانكا وفي اوروبا الشرقيه المظاهرات، بس في مش بس في اوروبا الشرقيه، في اوروبا حتى ما شفنا مظاهرات نزلت الشوارع. وحجم الخراب اللي موجود صحيح. احنا قادرين صحيح نزول الشارع ليس له معنى غير الخراب، تمام، لكن احنا قادرين نقف على رجلينا لحد دلوقتي بهدف او من خلال السياسات الاقتصاديه الحكيمه اللي احنا خدناها خلال سياسه الاصلاح الاقتصادي في السنوات الماضيه. فكرة الإحساس بالمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، وهنا خليني أخد من حضرتك ما بين قوسين جملة الأسوأ لم يأتي بعد، والدولة المصرية شايفة أنه لأ نأجل لتالت مرة فكرة ارتفاع أو زيادة أسعار الكهرباء. تبص لها إزاي؟ تترجمها إزاي دي يا دكتور عمرو؟ طيب، هو الاول نسال نفسينا، هي الدوله عايزه ترفع الكهرباء ليه؟ يعني هل ده نوع من يعني الخناق على المواطنين؟ طبعا استحاله يكون هذا هو الحل يعني. لكن الدوله بترفع ليه؟ الدوله بترفع لان الدوله زي الاب زي البيت اللي عليه تكلفه وعليه تكاليف ولازم يجيب فلوس ولازم يجيب المردود. فالنهارده الاسعار بترتفع على مستوى العالم، الخدمه والخدمات بترتفع على مستوى العالم. فتجد الحكومة أو يجد رب الأسرة أو يجد صاحب المصنع أو رب البيت إن هو لازم يرفع التكلفة. لكن هو مضطر إن هو ما يرفعش هذه التكلفة زي ما حضرتك قلتي للمرة الثانية والثالثة، لأن عارف إن أثارها الاجتماعية كبيرة. وعلى فكرة حضرتك فكريني إن كنت نسينا أو كنت أخطأت، تفتكري في 2013 و14 لما مصر بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بيتجهوا دايما لحاجه اسمها ثيرابي تشوك او تشوك ثيرابي اللي هو العلاج بالصدمات، الصدمات الاقتصاديه الجامده. والرئيس رفض الحقيقه ان نمشي مع برنامج صندوق النقد الدولي او البنك الدولي الا لما يكون في جانب اجتماعي. ويمكن بعد ما حصل مشاورات مع البنك الدولي واختلفنا مع البنك الدولي وصندوق النقد، لا طبقنا برنامج الاصلاح الاقتصادي مع مظله اجتماعيه، برنامج التكافل وكرامه واصلاح التعليم والصحه والبقاء المعينه وكل ده حصل الاول بالظبط. وابتدينا نحط برامج اجتماعيه علشان تشخط الجانب الاقتصادي. انا عايز اقول ايه من الكلام ده؟ عايز اقول ان الدوله يعني عندها يعني بغض النظر عن اللي بيحصل النهارده، الدوله من زمان والسيد الرئيس والقياده السياسيه من اول يوم عندها بعد اجتماعي في عمليه التنميه. أيوة. وعملية الاصلاح الاقتصادي. أيوة. فالبعد الاجتماعي، عشان كده برجع لموضوع الكهرباء، ان ما كانش فيه رغبه ولا نيه ولا رؤيه ان احنا نرفع الاسعار، لان الدوله في اوريدي بالاساس عندها بعد اجتماعي في عمليه التنميه. وبالمناسبه البعد الاجتماعي في عمليه التنميه والاصلاح الاقتصادي، عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه قوي. البنك الدولي بعد ما اختلفنا معاه في 2013 و14 رجع اشد بالبرنامج الاصلاح الاقتصادي في 2017 و18. ايوه وقال لك انا يعني كتير جعبه، ده اشار لبعض الدول على النموذج المصري بالظبط. لو تفتكري، لو نرجع بالذاكره لورا، كريستين لاجارد في 2013 لما كنا بنحاول ناخد قرض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي وقعدنا 14 شهر وفشلت المفاوضات، كريستين لاجارد قالت لك ان مصر لن تكون لها قائمه وليس جديره بالتعامل مع البنك الدولي. النهارده محفظه الاستثمارات مع البنك الدولي 17.5 مليار دولار. 17.5 مليار. وكريستين لاجارد نفس السيده قبل ما تترك منصبها في 2018 قالت لك يعني مصر حققت معجزه، عايزين نشوف الدوله دي البلد دي عملت ايه. ايوه. فاحنا عندنا الحقيقه لازم يكون عندنا ثقه في القياده السياسيه. القياده الحقيقه بتحب الدوله دي وبتؤمن بالدوله دي ومؤمنه بالدوله دي وتعمل لصالح هذه الدوله. ولا تدخر جهد لصالح المواطن زي ما حضرتك قلتي. لكن الظروف النهارده صعبه، والظروف دي احنا مش النهارده مش في ازمه اقتصاديه، وانا برفض ان احنا نقول في ازمه اقتصاديه، انا بقول ان احنا في حرب عالميه ثالثه. احنا فعلا في حرب عالميه ثالثه بتستخدم فيها كافه الاسلحه، سواء غذاء، سواء طاقه، سواء نقل، سواء لوجيستيك، سواء علاقات اقتصاديه دوليه.
يعني زي ما بقول لك بايدن النهارده يعني يقول غربا وشرقا علشان يحاول ان هو يجد طريق لضرب روسيا بشكل اكبر. ايوه وروسيا طبعا بتحاول انها يعني توسع الخناق على الدول الغربيه. عمرنا ما كنا سمعنا على ان دوله تخرج من نظام سويفت. نعم عمرنا ما سمعنا دوله تخرج من نظام سويفت. نعم يعني الكلام النهارده على ان او حديث اللي كان بيتم على نظام سويفت يعني كان خيالي لما طلعوا روسيا من نظام سويفت. والحرب والتكالب الاوروبي على روسيا عليك توافيني في الراي ان لم نرى له مثيل. ده دليل على ان احنا النهارده في حرب شرسه ما بين كتلتين، وانا بعتقد انها مش حرب شرسه وحرب عالميه ثالثه، انا بعتقد انها حرب بقاء. حرب بقاء لان الخاسر فيها خسارته كبيره جدا جدا جدا. نعم صحيح. وبشكرك يا دكتور عمرو، بشكرك فندم، شكرا جزيلا دكتور عمرو صالح. والحرب على البقاء انا بتصور انها بالضروره لازم يكون في وعي كامل كامل كامل. لما نبقى بنقول في حرب على البقاء يبقى لازم احنا درجات الوعي عندنا تزداد وتقفز. لازم كمان يعني خليني اقول ايه، خليني اقول ان كل اللي بيحصل وانا حكيته لحضراتكم في البدايه والدكتور عمرو صالح حكى لحضراتكم اللي بيحصل في الدول بره، في وعي عند الشعوب دي باللي بيحصل، فبالتالي هي مدركه ابعاد الماساه اللي ممكن تعيشها. احنا عايزين نبطل جلد الذات بتاعنا شويه، وعايزين كمان نحمد ربنا ونشكر فضله قوي على اللي احنا واصلين له، وان شاء الله يا رب إيه يعني المسألة تخلص على خير يعني الحرب دي. طيب لما أنا بتصور كده بقول إنه لما كان مرشح إنه تحصل زيادة في الكهرباء طبقا لكلام وزير الكهرباء من كذا سنة، وإحنا خلاص تعودنا كمواطنين بقينا عارفين إيه اللي هيحصل لما تتلغي أو تتأجل. تأجلت بسبب كورونا، الدولة المصرية قدرت إنه كان في كورونا وإنه كان في ناس المشاغل بتاعتها أو شغلها تعطل أو وقف أو إلى آخره، قدرت الدولة المصرية وأجلت، وللمرة الثالثة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية أجلت. طب هو ده كان معمول حسابه في الموازنة المصرية، وبالتالي الموازنة دلوقتي بقت تتحمل ما لا طاقة له؟ خليني أرحب بسيادة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب. سيادة النائب مساء الخير. أهلا أستاذ عزيز. الموازنة يعني الله يكون في عونها. احنا قاعدين بنرجع فيها. قاعدين بنراجع فيها. انا عايز اسال حضرتك سؤال يعني يبدو ساذج. كان أيوة. كان معمول حساب انه هيحصل ارتفاع في الكهرباء، ونظرا لارتفاع الاسعار وسياده الرئيس قال لا عايزين نخفف الاعباء على المواطن هنأجل ارتفاع اسعار الكهرباء السنه دي. احنا من الموازنه دي كانت هتحصل على فكره كمان كم يوم الزياده. ايوه من الموازنه اللي فاتت ما فيش كان مليم محطوط دعم للكهرباء، يعني الموازنه اللي هتخلص في 30/6 الحالي اللي هو بعد 15 يوم. نعم لكن الزيادات العالميه اللي حصلت في اسعار الغاز والخام برنت طبعا اكيد اثرت على تكلفه يعني كيلو وات كهرباء. الزيادات اللي حصلت دي كلها بتتحملها الدولة حتى هذه اللحظة. نعم تقريبا يعني كام كده بعد التأجيل ده الدولة لا حضرتك أنا هقول شلت كام من على المواطن؟ ده مهم قوي ان احنا عارفين ونحس بيه. أربع أضعاف عشان تبقي عارفة، يعني الغاز المليون وحدة من $5 تقريبا لما يخرج من $20، ده أربع أضعاف في الوقت اللي طبعا يعني سعر الكهرباء ثابت طول السنه دي، وهو الرئيس النهارده قال ان انا مش هرفع اسعار الكهرباء او هاجلها الفتره الجايه عشان المواطن ما يحسش بايه؟ بهذه طبعا. التكلفه. نعم. لكن لما نيجي بقى للحقيقه الدوله متحمله كتير علشان يعني الناس ما تحسش بالزياده اللي حصلت دي. انت النهارده لتر او جالون البنزين في اوروبا وامريكا عدى ال $5، يعني اللتر عدى
الدولار وكسور. نعم. الأقصى لتر هنا في مصر بنكملش العشرة جنيه. نعم. وعندك آلية لتسعير المواد البترولية. نعم. بتقول إن ما يزيدش الزيادة عن 10% لو حصلت. نعم. وهي الفترات اللي فاتت كلها بالرغم كل الارتفاعات في أسعار خام برنت إلا إن كانت الزيادات كلها 25 قرش 25 قرش. السولار قعد ثابت ما تأثرش خالص. نعم. كل ده كله معمول عشان يعني المواطن ما يحسش باللي حصل في العالم كله وهو مش مصر. نعم. احنا المرة دي مش هنقدر نقول الحكومة قصرت، الحكومة لم تقصر. المرة دي كله جاي لنا من برة موجة تضخمية غير طبيعية. صحيح. ليها أسباب خارجة عن إرادتنا، سواء كانت حرب روسية أوكرانية، سواء قبلها كانت كورونا. يعني نعم. الكلام ده كله يعني خارج عن إرادة مصر خالص. مصر زي أي دولة في العالم متأثرة طبعاً. طبعا. جايز إحنا كانت علاقاتنا التجارية مع روسيا وأوكرانيا كبيرة، والسياح بيجي لنا من الدولتين دول أكبر عدد من السياح، وبالتالي التأثر بتاعنا يعني زيادة. لكن الدولة حتى هذه اللحظة والقيادة السياسية الحالية الرئيس يعني نمرة واحد عنده المواطن. صحيح. يعني لا يتأثر بهذه الأسباب الخارجة عن إرادة مصر. نعم نعم. يعني كده نقول إنه الدولة شالت عن المواطن قد إيه فقط فيما يتعلق بعدم زيادة الكهرباء. لا ده كتير كتير خالص. أنا مش عايز أقول رقم. يعني الفرق هيبقى يعني مش عايز أقولك 100 مليار جنيه. مش عايز أقولك في الوقود. إحنا طبعا السنة اللي فاتت كنا حاطين الدعم 18 مليار جنيه. السنة دي الدعم زايد. يعني شوف يعني في الوقت اللي الناس المفروض إحنا كنا نقل خالص الدعم، لا إحنا مزودين السنة دي دعم المواد البترولية. الغاز طبعا اللي يوصل للناس ده أنا بقول لحضرتك تضاعف سعره أربع مرات. ومع ذلك الخطة الاستثمارية اللي محطوطة لوزارة الكهرباء في العام المالي القادم قرابة 30 مليار جنيه. بالضبط. بدقة كده 29 مليار و3 من عشرة جنيه. يعني الدولة برضو بس ما سايباش الناس. يعني صحيح. وأنا أعتقد يا ست نائب إنه ده مقدر جدا من الشعب المصري. يعني في مشروعات إحلال خطوط الهواء اللي هي اللي فوق الخطة السكنية لوحديها بكابلات أرضية لوحديها بنص مليار جنيه. نعم. في مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين تغذية الكهرباء للمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 6.5 مليار جنيه. نعم. ده جزء هو من 30 مليار جنيه. بقول لك الدولة بخلاف زيادات الأسعار الغير طبيعية دي بتاعت ثمن الغاز وثمن الخام برنت وكده، في مشروعات 30 مليار جنيه. نعم. يعني الدولة لم تقصر ولم تقصر مع المواطن. صحيح. بشكرك ست النائب. بشكرك فن ست النائب ياسر عمر. خليني أطلع فاصل، وبعد الفاصل هيشرفني زي ما قلت لحضراتكم هيكون معايا وحنتكلم في تفاصيل كتيرة جدا بمشروع وافتتاح اليوم دكتور أحمد أبو اليزيد. انتظرونا. برحب بحضراتكم مجددا، وبرحب بضيفي دكتور احمد ابو اليزيد استاذ بكليه الزراعه جامعه عين شمس. اهلا بحضرتك معنا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. دكتور احمد، حضرتك متخصص، لما تشوف افتتاح زي اللي حصل النهارده تشوفه ازاي؟ يعني بصراحه بشوف نقله نوعيه في مجال المشروعات القوميه المتكامله. يعني احنا اللي احنا شفناه النهارده ده نموذج لمشروع تخصصي بيتكلم على تنمية الثروة الحيوانية فيما يخص اللحوم الحمراء وما يخص الألبان بشكل متكامل. احنا كنا بنعاني زمان ان المشروعات عندنا بتبقى متبعثرة، والمشروعات عندنا ما بتبقاش في صورة تجمعات. ولما ما بتبقاش في صورة تجمعات يعني ممكن يبقى المكان بيتربى فيه المواشي. أيوة. ومكان اخر في حته بعيده بينتج فيه الاعلاف. أيوة. ومكان اخر بينتج فيه الامصال. فالعمليه متبعثره، حتى
استدعاء الطبيب البيطري عشان يجي يشرف عبال ما يجي وعبال ما ينتقل ويروح. النهاردة احنا بنتكلم في مشروع متكامل، ما هوش قصة مزرعة لتربية مواشي او انتاج حيواني فقط. ايوه ده احنا شايفين سلسلة من انتاج حيواني وفي نفس الوقت بنركز فيها على تطوير نواة لتطوير السلالات ورفع كفاءتها الإنتاجية، بدل ما كان مثلا على سبيل المثال أنا راجل مربي صغير وعندي أنا آسف في اللفظ بهيمة أو بهمتين بعيش عليهم، أيوه بجيب منهم لبن، بعمل منهم جبنة قريش، بعمل منهم زبدة، نعم. بدل ما هتديني 6 لتر في اليوم، نعم. أنا بنقله نقلة نوعية لحياة تانية خالص، أن نخليه يجيب من 25 ل 30 لتر في اليوم، هرفع هو ليه هو نفسه ليه هو لأهالينا المزارعين، وده من ضمن الـ الركائز بتاعت حياة كريمة اللي اتكلم عنها سيادة الرئيس. أيوة. بنشوف هذا المشروع ان المشروع ده مش معمول بجهة فردانية بعيدة عن الدولة، ده احنا لأول مرة بنشوف داخل مشروع تكاتف جهات سيادية مع مشروعات خاصة قطاع خاص. أيوة. هنتكلم عنه مع وزارة الزراعة، نعم. من خلال هيئة الخدمات البيطرية والبصل واللقاح والكلام ده كله، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي لاستغلال أحدث ما وصل إليه العلم من دكاترة مدربين وهيئة علمية استشارية موجودة بشكل دائم داخل المشروع، نعم. يبقى وفي نفس الوقت بضيف قيمة مضافة، اللي بيخرج من هذا المشروع معمول فيه معامل على أعلى مستوى لتحليل الألبان وتحليل اللحوم وأخذ عينات من الأبقار أو المواشي ووضع صيغة غذائية أو هرم غذائي علفي مناسب للحيوانات اللي بتربى داخل المكان، وفي نفس الوقت المكان كله كمشروع متكامل معمول له حاجة اسمها الأمان الحيوي، عشان أهالينا المزارعين ده أول مرة بيحصل. أهالينا المزارعين عشان يعرفوا يعني إيه أمان حيوي، أو السادة الأفاضل المشاهدين، الأمان الحيوي ده يعني حضرتك بتعملي مشروع بيبقى حوالين هذا المشروع ده في بوردر، أيوه. إنذار مبكر يمنع دخول أي أوبئة لهذا المشروع، فالمشروع بيبقى كأنه منطقة حجرية معزولة، تمام. وبالتالي كل الحيوانات اللي بتربى داخليا بيراعى فيها ان تكون خاليه من الامراض، خاليه من الافات، وده انجاز في نفس في نفس الوقت لان مصر الان اصبحت لا تنظر الى الامن الغذائي انها بتوفر اكل وبلاش وبس. ايوه لا ده احنا بنتكلم على خطه الدوله في الاتاحه والتنميه المستدامه وتحقيق اصيل الدستور اللي هو الماده 79، اللي احنا زي ما شفنا النهاردة ان للمواطن حق ان يحصل على غذاء سليم خالي يعني صحي، نعم. الغذاء يبقى صحي، نعم. فاصبحنا بننظر للموضوع امن وامان، ولما نتكلم على كلمة امان دي ونحط تحتها ثلاث خطوط كده يعني السلعة اللي بياكلها المواطن امنة عليه صحيا، وده يمكن النضارة بتاعت الموضوع ده حضرتك الشاهد على ذلك، إن إحنا شفنا اللي حصل في الخمس سنوات الأخيرة دي. أيوة. إن مصر في عز الأزمات تصدر كميات من الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية بكميات كبيرة تفوق 5.6 مليون طن، نعم. بما يوازي 3 مليار، نعم. لو المستهلك الأجنبي ما كانش واثق في المنتج المصري، صحيح، ما كانش خده. والثقة دي جت منين؟ في الجودة. جت من اهتمام الدولة والقيادة السياسية بوجود كيان متخصص أصبح الآن في مصر، اللي هي هيئة المصرية لسلامة الغذاء اللي بتشرف على سلامة الغذاء، فأصبح هناك في مصر شقين، الإتاحة للسلعة، نعم. وشفنا المشروعات القومية اللي بتهدف إلى إتاحة السلعة، ونحن لم نعاني في أي ندرة الحمد لأي لله. سلعة بفضل الله، الحمد لله. وبفضل التخطيط الجيد للحكومة والقيادة السياسية، ان احنا في عز الازمات حضرتك، واحنا شفنا الكلام ده كان الشاهد ليه أزمة كورونا، لما حصل اغلاق وبعض الدول اغلقت وكان في مشكلة في سلاسل الامداد، لم يعاني اي مواطن هنا في مصر، لا دخل عند بقال ولا سوبر ماركت ولا سوق تجزئة ولا سوق جملة
إلا وكل السلع موجودة ومتاحة. والإتاحة هنا تعني أن السلع موجودة ومفيش ندرة، فبيبقى في سيطرة على السعر. نعم نعم. واللي احنا شايفينه لمثل هذه المشروعات، يعني احنا مصر في الآونة الأخيرة احنا وصلنا يمكن في اللحوم الحمراء 58%. ايوه. بس انا عاوز اقول حاجة، احنا لما نيجي نتكلم على البروتين بشكل عام ولا نتكلم على البروتين بشكل عام، كان هناك مشروعات كبيرة الدولة عملتها عشان ناخد بالنا من الكلام ده ونعيه كويس. لان هو باسكت بروتين. ايوه. يعني ايه باسكت؟ سلة بروتين. سلة البروتين دي ما بين بروتين ابيض اللي هو الدواجن، واقول خبر جميل ان مصر الان لديها اكتفاء ذاتي بنسبة 100% في الدواجن. تمام. مصر الآن لديها اكتفاء ذاتي في البيض وبروتين، بننتج 14 مليار بيضة في السنة. لدينا 1.4 مليار طائر. نعم. اللحم بتاع الدواجن ده، ايوه، ده ليه فاليو عالية، قيمة عالية وسعره اقتصادي وصحي للمواطن. سبقها ان سيادة الرئيس مصر حصل فيها 4 مشروعات عملاقة. ايوه. مصر الأولى دلوقتي على أفريقيا على المستوى العالمي في المزارع السمكية. مصر الثالث على العالم في إنتاج أسماك البلطي. وسمك البلطي ده اللي هو السمك الشعبي. أيوه. حضرتك لو لما نرجع لزمان كنا حضرتك، أنا أتذكر لما كنت أروح السوق كان معظم السمك اللي في السوق أسماك سردين مجمد. صح؟ أيوه. النهارده كل الناس وأهالينا المواطنين ينزلوا، انزل اي شادر، انزل اي سوق، انزل اي سماك، هتلاقي مختلف انواع السمك الطازج وليس المجمد. ايوه. المصري. ايوه. بكل انواعه. الكلام ده ما جاش من فراغ. الكلام ده كان عندنا مشروع اللي هو مشروع غليون. ايوه. محافظه كفر الشيخ. نعم. اتعمل اكبر مجمع للمزارع السمكيه المتكامله. على مساحه حضرتك تقترب من 4000 فدان. ثم بعد كده مجمع الفيروز ومجمع شرق التفريعة. وكان الكلام ده هو شغال سيادة الرئيس كان موجه بتطهير البحيرات. صحيح. لو نتذكر البحيرات اللي كانت مليانة مخلفات وحشائش. نعم. وكنا نرمي فيها الزريعة والزريعة تموت ومفيش أكسجين في البحيرات دي. صحيح. النهاردة البواغيز والبحيرات دي كلها اتطهرت تماما وأصبحت بيئة جيدة للصيد، وده غنى أهالينا الصيادين. لأن كان الأول عشان يصطاد ويطلع سمك ما كانش بيلاقي، لأن البيئة ما كانتش مناسبة. فوجود تطهير للبحيرات وإيدكو ورشيد ترجع تاني، والبحيرات اللي احنا المنزلة. البحيرات دي ترجع ويتضخ فيها إنعاش مرة أخرى. لتربية ثروة سمكية. بالتوازي مع تجديد المراكب بالتعاون مع هيئة قناة السويس حضرتك ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. مشروع كبير دي جدا بيتعمل لأهالينا الصيادين دلوقتي. نعم. إن بيعملوا لهم مراكب. والمراكب دي مهيئة. عشان نرفع برضو من الملاءة المالية بتاعته والحالة الاقتصادية، وكل ده بيعود على خير. النهاردة احنا وصلنا في اكتفاء ذاتي في الأسماك. نعم. بعد هذه المشروع إلى ما يقترب من 85%. كان عندي بروتين أبيض 99% أو 100% اكتفاء. عندي بروتين أسماك صحي جدا وصلنا فيه ل 85% اكتفاء ذاتي. دخلنا بقى على اللحمة الحمراء. اللحمة الحمراء وسيادة الرئيس يمكن دقق على الموضوع ده في كذا لقاء احنا شفناه في المشروعات الكبرى. أي. وهو حزين بصراحة. يعني بيقول ان احنا اهالينا الفلاحين مع المبادرة الكبيرة اللي اتعملت لأول مرة في مصر اللي هي حياة كريمة. التي من ضمنها انه بيشمل عيشة الاهالينا ولينا في الارياف وفي القرى بشكل ادمي لائق، وفي نفس الوقت مش يعيش بشكل ادمي لائق وبس، ويعدل من الملاءة المالية والحالة الاقتصادية بتاعته. فالراجل بدل ما كان عنده بهمتين، انا اسف اتكلم بالبلدي كده، بدل ما عنده بهمتين ولا عنده راسين مواشي وبيجيب من كل واحده 6 لتر لبن، يعني 12 لتر لبن في اليوم، عبال ما يخضهم ويطلع شويه زبده ويعمل جبنه قريش، مش هي برضه مش العائد اللي تساعده مش العائد انه يصرف بيها على البيت. فقال الله، طب ما نضرب عصفورين بحجر، ما تحسن يا عم السلاله اللي عندك دي ونحسن لك السلاله اللي عندك دي
ونبدل الكلام دوت ونجيب لك كأن أنا عندي مصنع صغير بديله مصنع كبير. صحيح. ولما كل واحد من أهالينا المربيين اللي عنده في الدار بتاعه أو مربي أو حبة مشتركين مع بعضه تتوقع حضرتك الفلاحين هيستجيبوا لل طبعا؟ لا أنا مش بتكلم على طبعا أو مش طبعا عفوا، أنا أقصد أقول إنه دايما التغيير عندنا بيبقى يعني يخوف. يخوف صح في ناس كده ولكن احنا عندنا في الريف يعني الفلاحين بيغيروا يعني ايه بيغيروا من بعض تمام. شاف سيد احمد جاب عنده بهمتين وبيجيب 60 لتر لبن شافوا عنده جاموسة بدل ما كانت بتديله 600 جرام تحول كيلو كبروتين في اليوم تمام. شافها بيحصل لها نسبة تحول بتدي يقول لك طب ما شاء الله ما فلان تعالى انت عملت زيه. ايه انت عملت ايه يعني دايما وده بيبقى دور وحدة مهمة جدا اللي هو الارشاد البيطري او الارشاد الزراعي نعم. وهنا بقى بنتكلم على نقطة مهمة جدا ان من ضمن الركائز بتاعت حياة كريمة تغيير الوعي للافراد داخل الكرة الافكار القديمة ان انا بقوله لا وبعدين ما تخافش احنا هنعمل لك حاجة يعني على سبيل المثال مثلا المشروع النهاردة في وحدة كبيرة جدا معمولة نواة بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بالتعاون مع بعض أساتذة الجامعات إن هي بتستورد سلالات السلالات دي زي الجين بنك كده تمام معروف كل سلالة بتقدر تستحمل الظروف بتاعتنا في مصر إحنا طبعا ظروفنا في مصر تختلف عن بره لأن إحنا عندنا المناخ ممكن يبقى حار شوية هناك في برودة شديدة وبالتالي هنا دور البحث العلمي بقى تمام المكون الاساسي اللي هو موجود داخل المشروع لما شفنا الدكتور محمود صقر رئيس اكاديميه البحث العلمي اللي بيتكون انه جابوا سلالات من على مستوى العالم وجابوا السلالات دي عشان يعمل برامج تهجين وبيجيبوا السيمنز او الحيوانات المنويه بتاعت بعض السلالات ويبدا يعمل لها توافق وتبديل مع السلالات هنا under our Egyptian local condition تحت ظروفنا المحلية هنا في مصر نعم. عشان لما يعمل تلقيح في برامج اسمها برامج التلقيح الصناعي بعمل تهجينات والتهجينات دي بتديني بعد كده سلالات اللي هي سموها قالك بنمصر السلالات يعني ايه بنمصر السلالات تمام. يعني بنوجد سلالات جديدة هجينة أصيلة تستحمل الظروف بتاعتنا في مصر وبالتالي تستحمل الظروف المغايرة البيئة لأن احنا طبعا عام. بنواجه تغيرات مناخية أيوه. وفي نفس الوقت هذه السلالات تبقى قادرة على ان هي تتحمل الظروف بتاعتنا وفي نفس الوقت إيجاد سلالات لقاحات بيطرية ودي مهمة جدا ومصر عشان أقول برضو حاجة مهمة جدا لأهلينا المزارعين ونطمنهم وأهلينا المربيين أو السادة المستثمرين في هذا المجال كنا حضرتك زمان بنستورد اللقاحات البيطرية دي من الخارج وعاوز أقول خبر جميل إن مصر يعني ده تقرير حضرتك هو بيقول إن مصر أول دولة تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض الدرن البقري والبروسيلا بالأبقار الحية نعم تطعيمات يعني أصبحت مصر دلوقتي في ظل المشروعات الحيوانية بتاعت الإنتاج الحيواني القائمة هي دولة معتمدة ومؤهلة وخالية من الإصابات المرضية نعم طب واحد يقول لي طب والكلام ده أنا هستفيد بيه أقول لا ما تخافش ده الكلام ده يدل لك إن اللحمة اللي أنت بتاكلها دي لحمة آمنة إن اللبن اللي حضرتك بتستخدمه في بيتك ليك ولولادك ده لبن آمن خالي من أي مسببات مرضية إن صحيح. أنت عايش في منظومة صحية صحيح يعني مش بتاكل صحيح. حاجة تتعبك لا وكانت خاضعة للبحث العلمي أيوة كنت بتحكي لي القصة دي حضرتك عشان تقول لي هيبقى أهالينا الفلاحين شايفين النموذج بيتطبق فبالتالي ده يطمنهم كنا هنا بنتكلم على فكرة إنه هل هو هيدخل المشروع ده والفكره هتبقى جذابه بالنسبه له ولا لا نعم. فحضرتك كنت بتحكي لي ده كنموذج ليه هو هيبقى شايفه أيوة. يطمنه تمام انا فهمت صح صح يا فندم طب تمام صح. تمام النهارده كمان شفنا يا فندم كنت حضرتك عايز تقول حاجه لا اتفضل النهارده كمان شفنا مشاركه للقطاع الخاص وده شيء عظيم اقبال القطاع الخاص على هذه المشاريع شايفه ايه حضرتك أنا عاوز أقول حاجة مهمة جدا ويمكن يعني دي في ظل الـ القفزات النوعية اللي مصر بتقفزها
يعني انا هدي مثال قبل ما اخش على موضوع الانتاج الحيواني اللي هو استصلاح الاراضي كمشاركه من القطاع الخاص. تمام. استصلاح الاراضي في مصر زمان كان قائم جزء كبير جدا منه على عاتق المستثمر سواء محلي او اجنبي. بمعنى انا راجل اهو مستثمر بروح اخد حته ارض صحراويه، انا اللي بعمل الطريق وبعمل مدق، كنا بنسميه مدق. صحيح، ما ده اللي كان بيحصل. خد بالكم الكلمه دي اسمها مدق. نعم. ما كانش طريق. ايوه. والعربيه تغرز وتيجي مطره ويحصل مش عارف عواصف. يقول لك انا في الطريق اصلا مشيت في الطريق ساعتين مدقات. عمال ما وصلت. نعم. النهارده اللي احنا شايفينه بس احنا ما بنحكيش تاريخ قديم يعني. لا ده قريب. الناس عايشه وشافته يعني. احنا ساعات في بعض عشان احنا زراعيين في بعض اللي كنا بنروح بعض المزارع لما كان بيحصل امطار او بتاع كنا بنغرز وما نعرفش نوصل للمكان. صحيح. اصبح هناك الان الدوله بتتكفل بالبنيه التحتيه بتاعت المشروع. ودي طرق. وده بلك كبير. أيوة. اتشال من على حبء المستثمر. عبء المستثمر. يعني النهارده عشان اذا فهو يقدره. نعم. نعم. النهارده عشان نكلف استصلاح فدان ارض صحراويه عشان تبقى جاهزه ان يتزرع فيها شتله او يتزرع فيها بذره بتاخد من 250 ل 300,000 جنيه الفدان واحد. نعم. مين اللي بيعمل الكلام ده النهارده؟ الدوله هي اللي بتعمل الكلام ده. ايوه. الدوله اخذت على عاتقها ان هي اللي تعمل الطرق وهي اللي تعمل الكهرباء وهي اللي تعمل البنيه التحتيه بحيث لما يجي الراجل لا المستثمر. وفي وقت قد ايه؟ وفي وقت قياسي. ده لو كان اتعمل برضه نرجع ونقول فكره نعم يعني دخول الدولة في بعض المشروعات من باب الإنجاز. نعم. كان الكلام ده بياخد سنوات. نعم. النهاردة بنتكلم لسه كنا بنزور حضرتك في الافتتاح مع سيادة الرئيس المرحلة الثالثة في مشروع مستقبل مصر في جامع محصول القمح. صحيح. وكان منزرع هناك ما يقرب في داخل المشروع. سيادة الرئيس شكر القائمين على المشروع. لا وشكر أيضا مزارعي القمح. مزارعي القمح. طبعا كل التحيه وكل التقدير لاهالينا. لازم نقول لهم ده اللي تتعبر عن المواطن الاصيل. نعم. اللي هو بيقف مع اهله ودولته. ايوه. ما هتودي القمح ده فين؟ ما هيروح لاهلك والمواطنين اللي هم انت منهم جزء منهم من المنظومه دي. صحيح. اللي بيحصل حضرتك في المشروعات اصلاح الاراضي احنا شفنا مشروع مستقبل مصر النهارده مزروع فيه 350,000 فدان. المشروع بدا 2017. ايوه. يعني 18 19 20 21 22 خلال 5 سنوات داخل مشروع قومي واحد داخل مصر اللي هو في مشروع مستقبل مصر مزروع 350,000 فدان بالمحاصيل الاستراتيجيه الاساسيه الزراعيه والمحاصيل الصناعيه اللي منها بنجر السكر اللي احنا شفناه. صحيح. اللي وصلنا النهارده في مصر يبقى عندنا اكتفاء ذاتي في هذه السلع الاستراتيجيه الهامه تفوق الايه؟ ال 87 او تصل ل 90%. وسبق هذا الموضوع حاجه مهمه جدا في المشروعات الكبيره القوميه اللي هي اللي بتتمتع بوتيره سريعه ونقله نوعيه. نعم. نشوف 100,000 فدان زراعه محميه او بالصوب. ايوه. زراعه على احدث الاساليب الزراعيه اللي فيها شباب مدرب لاحدث التقنيات اللي فيها ترشيد للمياه بيصل ل 70% ترشيد الري. اللي فيها انتاج راسي يعني توسع راسي. نعم. ولما اتكلم على انتاجيه فدان صوب تساوي 3 فدادين في الحقل المفتوح. 1 لـ3. يعني لما يكون عندي 100,000 فدان صوب زراعيه كإنتاجية تساوي ولا بتتكلم كإنتاجية. توازي انتاجيه 300,000 فدان. 3,000. ده مشروع. جه بعديها المشروع القومي الكبير اللي هو 1.5 مليون فدان. وشوفنا في الفرافرة حضرتك وفي شرق العوينات نعم. وشوفنا في الظهير الصحراوي لمحافظات كتيرة وشوفنا مشروع في غرب المنيا. شوفنا الافتتاحات دي كلها ضمن مشروع 1.5 مليون فدان اللي هو الريف المصري الحديث. نعم. شوفنا بعد كده احياء مشروع توشك. نعم. 500,000 فدان والترع كلها يعاد تأهيلها ويبدأ يتعمل عليها محطات رفع. وشوفنا النخل اللي هناك والزراعات اللي هناك اللي بتتصدر. وشوفنا صحرات سرابيوم. نعم. وامداد الرهيب اللي اتعمل للميه. انا رحت شمال سينا سعيده جدا. شفتي حضرتك في شمال سينا بيتعمل بنيه تحتيه لاراضي مستصلحه جاهزه تفوق ال 550,000 فدان. شوف المشروعات دي اتفكر ميجا بروجكت. شوف ميجا بروجكت دي ولولا هذا فكر من فيها
من امتى؟ شوف احنا دلوقتي بنفتتح، ومن فتره مصريين بيشوفوا افتتاحات لهذه المشروعات. وما كانش العالم يعرف ان في حاجه اسمها كوفيد، ما كانش العالم يعرف ان جايه له حرب روسيه اوكرانيه. الكلام ده حصل حضرتك، تخيل بقى لو المشروعات دي ما اتعملتش. على فكره واحنا مش شعب، احنا مصر على ما هو مش بالضروره كانت تتعمل. على فكره مصر حضرتك في الفتره دي مش بالضروره كانت تتعمل. هقول لحضرتك ده جه ليه وازاي. مصر سبيشال كيس، حاله خاصه. ليه؟ لو تتذكري كلمه قالها سياده الرئيس ان يفطر 100 مليون مواطن يفطروا الصبح. احنا احنا دوله وصلنا ل 104 مليون مواطن. احنا دوله بنزيد كل سنه 2.3 مليون مواطن، يعني كل 5 سنوات بنزيد 11.5 مليون مواطن. يعني لما ابتدينا نفكر في المشروعات دي كان عدد سكاننا اقل من ال 104. تمام حضرتك، كل 11 مليون حضرتك كل 5 سنين يساوي 11 مليون مواطن زياده، يعني كانها دوله اوروبيه او دولتين. او دولتين. وبالتالي القياده السياسيه عشان واعيه وتعني معنى ما كتب في الدستور المصري، بمناسبه ان احنا بنتكلم على الحوار دلوقتي. الدستور المصري الماده 79 بتقول ان من المواطن حق أصيل في أنه يحصل على غذاء آمن وصحي ومياه نظيفة. أيوة. لو تبصي على المشروعات اللي سيادة الرئيس اهتم بيها والحكومة في الآونة اللي فاتت بتركز على الدستور ده. الخطة الاستراتيجية بتاعت البلد لحد 2030 بتتكلم على حاجة اسمها التنمية المستدامة. نعم. طيب. وبالتالي كانت الحكومة واعية والقيادة السياسية. معنى كلمة تنمية مستدامة يعني ما ببصش تحت رجلي دلوقتي، ده أنا ببص إن قدام في أجيال جاية والأجيال دي ليها متطلب مأكل ومشرب وملبس وخدمات أخرى طبعا. نعم نعم. وبالتالي كان هناك الضرورة والاهتمام، وده يدل على وعي الدولة، وعي الدولة لمسؤوليتها على المواطن. أن الدولة كانت سباقة وعارفة ان هناك تحديات خاصة بالنمو السكاني، وعارفة ان هناك تحديات خاصة بالمياه، وده موضوع كبير جدا طبعا، ولازم استغل وحدة المياه دي الاستغلال الامثل. نعم. لان ما هياش رفاهية. ودور احنا مصر دلوقتي من ضمن الاوائل على العالم في اعادة تدوير المياه واستغلالها، واستخدم على العالم. ايوه. احنا حضرتك شفنا محطه المعالجه بتاعت لمعالجه بحر البقر. ولسه في، مش عاوز استبق الاحداث، سياده الرئيس باذن الله هيفتتح مشروع كبير جدا في مدينه الحمام. ودي من اكبر محطات معالجه وتنقيه المياه على مستوى الشرق الاوسط في مدينه الحمام. مياه المياه الصرف الزراعي. الصرف الزراعي هتخدم على مشروع الدلتا الجديده. اللي هو سيصل الى فوق ال 2.2 مليون فدان، اللي النواه بتاعته مشروع مستقبل مصر. فوجود تحديات مياه والدوله شغاله عليها. لو تاخدي بالك محطات المعالجه بتاعت المياه، الترشيد، المشروع القومي لتبطين الترع اللي هو 24,000 كيلو يا فندم. ترع كانت عشوائيه. صحيح. حشايش. صحيح. وناس تقلب مقالب كمامه واصابات، كل ده بيتطور بيتبطن وبيتعمل محطات رفع وبيعاد تطوير وتحديث الري عشان نوفر على الفلاحين تكلفه بتاعت الري اللي كان بيقعد بالحياض ويمسك الفاس. نعم. ويقعد. نعم. ويجيب عماله والكلام. نعم. ده لما يبقى ري مطور هيحدث الكلام ده وهيوفر عليه. صحيح. في نفس الوقت كنا بنواجه تحديات اخطر اللي هي التغيرات المناخيه العالميه. ده ملف تاني رهيب رهيب وكبير. لكن نعم. معلش انا اسفه والله، الوقت هو اللي خلص، الوقت هو اللي خلص. انا مستمتعه بالكلام اللي حضرتك بتقوله دكتور احمد ابو اليزيد، لكن والله وليس نفاقا ولكنه حقيقه، في بعد ذلك بالعكس هيبقى يعني غير عادل. احنا في نعمه ونعم بالله، وفي نعمه كبيره قوي نحمد ربنا ونشكر فضله عليها، وربنا يديم نعمه علينا في اللي احنا فيه ده. بشكر حضرتك يا دكتور احمد. العفو. بشكرك يا فندم. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام. شوف حضرتكم بكره على خير، مع تحياتي عزه مصطفى والى اللقاء.